يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من وطئ زوجته وهي في أواخر الدورة الشهرية وقبل أن تغتسل؟ لا يجوز هذا، حرام. الله جاز وطئها إذا طهر، انقطع دمها واغتسلت بشرطين: لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. أباح إتيانهن بشرطين: أن تطهر من الحيض، وأن تتطهر من الحدث الأكبر بالاغتسال. نعم.